بكلفة 500,000 دينار ينشئ مجلس محافظة الزرقاء مركزا صحيا شاملا العام المقبل بعد استكمال هدم مستشفى الزرقاء الحكومي الذي جاء بناء على قرار سابق من وزارة الصحة. الوزارة استندت في قرارها على تقارير فنية أثبتت تهالك أجزاء كبيرة من مبنى المستشفى الذي أقيم عام 1951 حيث لم يعد صالحا للاستخدام، ويتوقع الانتهاء من أعمال الهدم خلال 90 يوما ليباشر بإعادة تأهيل مبنى الأمومة والطفولة في المشفى القديم. تم مباشرة العمل على إعادة هدم هذا الجزء الآيل للسقوط في هذا المستشفى. تم تقديم مذكرة حول إعادة تأهيل هذا المستشفى، وتم تخصيص 500,000 دينار لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي القديم.